السلام عليكم، انا اسلام اشرف، شغالين في بروجكت باسم تويتر ايكو. تويتر ايكو بيساعد التويتر يوزرز ان هم يعملوا اورجانيزيشن للتايم لاين بتاعهم ازاي، بس عن طريق اللي هو بيكستراكت النيوز من التايم لاين، بحيث ان انا اقدر اخد النيوز ديت واعرضها لليوزر بطريقه مور اورجانيزد. يعني ايه مور اورجانيزد؟ مور اورجانيزد اللي انا احاول اجمع الاخبار او التويتس اللي بتتكلم عن نفس الخبر واعرضها لليوزر مره واحده، بدل ما انا اعرضها له على شكل اكتر من تويت. دوت بيساعد تويتر يوزر اللي هو يبقى عنده اكتر من ميزه عن التويتر ستريم العادي بتاعه. اول حاجه ان هو يقدر يشوف الخبر، تطور الخبر من ساعه ما بدا لغايه ما انتهى. تاني حاجه اللي هو مش بس يشوف الخبر، لا ده كمان يشوف راي الناس عن الخبر، يقدر يشوف كل الفيديوز، كل الصور اللي اتقالت على الخبر. حاجه تانية اللي احنا نقدر نعرض الكلام ده لليوزر تارجت على الجيولوكيشن بتاعه، بحيث ان اليوزر بتاع مصر يتعرض له الاخبار بتاعت مصر على انها اخبار محليه، والاخبار التاليه كانها اخبار دوليه. اليوزر بتاع سوريا هيتعرض له الاخبار بتاعت سوريا. تمام. حاجه تانية برضو ان تويتر ايكو يقدر يساعد اليوزر اللي هو يديتكت الكريديبيليتي او مصداقيه الخبر، بحيث ان الخبر لو ليه مصداقيه عاليه من خلال الريتويتس، من خلال المصادر، اقدر ان انا ادي المعلومات ديت لليوزر، بحيث اللي هو مش بس يحصل على الخبر، لا ده يحصل على خبر موثق وبكل الفيدباك بتاع التويتر يوزرز عنه. فبس شكرا جزيلا.